نعم اسماعيل، كما هو معلوم فإن آلية إيصال المساعدات إلى سوريا، المساعدات العابرة للحدود، تم التوصل إليها عام 2014 عبر 4 معابر للدول المجاورة مع سوريا، معبرين مع الحدود عند الحدود مع تركيا، واحد عند الحدود الأردنية، ومعبر في مناطق شمال وشرق سوريا عند مع الحدود مع العراق. لكن فيما بعد اسماعيل أصرت روسيا، طبعا استخدمت حق النقد الفيتو عدة مرات أخرى حتى اختصرت إيصال المساعدات إلى سوريا عبر معبر واحد فقط. فيما بعد تم التواصل بين الدول الغربية، التوافق بين الدول الغربية وبين روسيا في محاولة لإيصال المساعدات عبر معبر واحد ولتجديد هذه الآلية لسنة واحدة، لكن روسيا في الفترة الأخيرة تصر اسماعيل على تمديد إيصال المساعدات فقط لستة أشهر، والدول الغربية أصرت على سنة واحدة. كما قلت اسماعيل، البرازيل وسويسرا حاولتا أن تتقدم يعني مقترح وسط بإيصال المساعدات لمدة 9 أشهر. طبعا روسيا استخدمت حق النقد الفيتو وبالتالي حرمت ملايين السوريين من المساعدات اسماعيل، في ليس في فقط في شمال غرب سوريا، هناك أكثر من 4 ملايين نعم بينهم الكثير من النساء والأطفال، أيضا أكثر من 4 ملايين في شمال شرق سوريا. تقول الإحصائيات اسماعيل لو سمحت لي، يعني تفضل. أكثر من 15 مليون شخص في سوريا بحسب إحصائيات طبعا دولية، إحصائيات أممية، أكثر من 15 مليون سوري بحاجة للمساعدات، 13 مليون يعيشون تحت خط الفقر اسماعيل. أيضا إحصائيات جديدة تقول أن أكثر من 25% أيضا في شمال شرق سوريا من الأمهات ومن الأطفال يعانون من سوء التغذية. كل هذه التداعيات الكارثية اسماعيل تقع اليوم على عاتق روسيا وقبلها الصين، لكن الصين طبعا كما هو معلوم أمس لم تستخدم حق النقد الفيتو، هي فقط امتنعت عن التصويت. أعتقد أن القرار يعني كان سياسي بامتياز. روسيا تحاول إيصال رسائل عدة تقول فيها أنها موجودة، أنها تنافس الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، هي تحاول ربما بالتوصل إلى مقايضات أو صفقات مع هذه الدول فيما يتعلق بأوكرانيا، بسوريا، بمناطق أخرى. القرار سياسي بامتياز إسماعيل، والذي يعاني والمتضرر هو الشعب السوري بالتأكيد. أكثر من 8 ملايين في شمال شرق سوريا، في شمال غرب سوريا، غالبيتهم من النساء والأطفال، محرومون من أبسط مقومات الحياة. نعم نعم سردار، لو انتقلنا إلى موضوع آخر، يعني في الفترة الأخيرة تداولت وسائل الإعلام يعني كثيرا موضوع تحركات قوات سوريا الديمقراطية في مناطق بدير الزور شمال شرق سوريا، يعني وتناولت وسائل الإعلام هذا الموضوع يعني بأخبار بأن هناك ربما حرب ستكون في الأيام القادمة. ما حقيقة هذا الموضوع وكيف ردت قسد على تناول وسائل الإعلام تحركاتها؟ يعني اسماعيل بحسب البيان الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، طبعا هي قالت ان هذه طبعا التقارير الإعلامية التي صدرت من وسائل إعلام عربية في المنطقة ووسائل إعلام اخرى، طبعا نفت هذه التقارير جملة وتفصيلا. لا يوجد أي تحركات لقوات سوريا الديمقراطية خارج مناطقها، هي بالتأكيد موجودة دائما حسب التقارير الموجودة على الأرض لمنع عمليات التهريب عبر نهر الفرات ومنع وصول الإرهابيين بعض العناصر داعش المتوارية عن الأنظار من التحرك طبعا بحرية في تلك المناطق. كما تعلم تم القضاء على داعش في تلك المناطق، لكن لا تزال هناك خلايا إرهابية تشكل مخاطر وفق تقارير دولية موجودة في تلك المناطق. إذا تحركات قوات سوريا الديمقراطية بالتأكيد حسب جميع التقارير الميدانية هي تأتي في إطار يعني استتباب الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي بشكل رسمي يعني نفت هذه التقارير. وأنا بحسب متابعات إسماعيل لا يمكن طبعا هذا الموضوع، أعتقد أنه صعب وبعيد عن الواقع، بعيد بالتأكيد. نعم سردار، أيضا إلى الملف العراقي، العراق سيقايض وارداته من الغاز الإيراني بالنفط، لماذا يلجأ العراق إلى هذه الآلية برأيك؟
يعني أنت تقصد يعني إيران والعراق؟ والعراق نعم. نعم نعم إيران والعراق. يعني العراق وإيران جارتان وتربطهما صلات تاريخية كبيرة وصلات تتعلق بالطائفة وبالعرق ومواضيع أخرى. أنت تعلم أن العراق بلد طائفي بامتياز وله روابط كثيرة مع إيران ولا يستطيع طبعا التخلص من هذه الروابط مهما حاول. بالتأكيد هذا الموضوع يرهق ويؤرق الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. هنالك أكيد تحركات بعيدا عن وسائل العالم، بعيدا عن الظهور على الشاشات، بعيدا عن المواقف الرسمية. بالتأكيد العراق تحاول الاستفادة من بعض الموارد وتحاول أيضا مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الغربية والأمريكية بشكل خاص. لكن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغربية عموما يبدو أنهم طبعا يعلمون بهذه التحركات ويمارسون ضغوطا على الحكومة العراقية طبعا خلف الستار خلف الأبواب المغلقة. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي سردار جوهري، كنت معنا من غرفة الأخبار. شكرا على هذه المداخلة.